عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنرسم فيه ميسي باربع الوان. هنرسم الاول اول جزء باللون الازرق. عايز تكتبوا في الكومنتات عايزين اللون الجاي يكون بلون ايه؟ جاهزين؟ يلا بينا. يا جيفارا يا تشي، خلق مواطن ارجنتيني من مدينة كروزاريو وخالفك في التاريخ، خلفك في التاريخ، واللي خلف ما يموتش يا ارجنتين. شوف ميسي والباس يا معلم، هادي حرير، هادي حرير، هادي من بلاد الحرير، حط الكورة ذهبية، العب كورة بقدم ماسية. يا عازف يا عازف، لو كنت موسيقي فانت اكبر العازفين، ولو كنت نحات انت احلى الرسامين، ولو كنت مهندس انت اعرق المهندسين. السراني مخو غير مخاخنا، فكرو غير افكارنا، راسو غير راسنا، ساقو غير ساقينا. يا عالمي يا فلكي يا الارتيستو يا البولكا، يا ميسي يا ميسي يا ميسي، هذا هو ميسي، هذا اللي يعطي الدروس، هذا اللي يقرر الدروس، هذا الاستاذ البروفيسور في عالم الجد المدور. صدقوني لا ابالغ، صدقوني لا أبالغ، أنا الذي نظر الأعمى إلى قدمي وأطربت مراوغاتي من به قلة نظري. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا ليو عارض المتعة في عالم القدم. كلمه يا المتنبي، كلمه يا أبا الطيب. ربي مدد في عمرك الكروي يا أرجنتيني، ربي مدد في أنفاسك الكروية يا ميسي، بعدك أنت الكرة تتيتم يا ليو. اختار لو ما شاتم، سموه كما تشتهون، فنان الشعب، موسيقار الملاعب، امش طيب كرة القدم، بل لما بدكم فهاتوا عناوينكم وبراهينكم، مش ممكن يا ليو. ليو ميسي حدوتة هذه الأيام، عشوبة هذا الزمن، نعم عجيبة الدنيا الثامنة، نعم مع الأهرام والأكروبول وأيضا منارة الإسكندرية وسور الصين العظيم وشي في تركيا والسادس في اليونان والسابع أين والثامن مؤكد في برشلونة اسمه ليو ميسي. ثامن عجوبة بالعالم، عجائب الدنيا تصبح ثمانية. بلغة رمضان قوموا تسحروا بفكرة المسافرين، برا ودعوا بمتعة الأكل، برا أفطروا وبسحر الكورة برا تعلموا. مش ممكن يا ليو، مش ممكن يا ميسي، كاكو لاتو من الولد الأرجنتيني. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، هذه موسيقى، هذا تابلو من ليون ميسي لابولجا، بعدك معذبهم، بعدك متسبب في هبالهم. يا ميسي بعدك عم تخطر على عالمهم، بعدك معذبهم، متسبب في هبالهم، خبر كبارهم قبل صغارهم. خلق مواطن ارجنتيني من مدينة كروزاريو وخالفك في التاريخ، خلفك في التاريخ، واللي خلف ما يموتش يا ارجنتين. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واللي يرسم الرسمه يبعت لي حساب على انستغرام او الفيسبوك، الرابط موجوده في صندوق الوصف. واشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.